إلى ذلك قال وزير التهذيب الوطني إلى أن الكشوف تؤكد أن نسبة معتبرة من التلاميذ لم يصلها الكتاب المدرسي. وأكد ولداهي في ملتقى نظمه المعهد التربوي اليوم أن كميات معتبرة من الكتاب المدرسي بقيت حبيسة جدران المعهد. وإصلاح التعليم كما تعلمون يبدأ بالإعداد الجيد للمناهج، والمناهج تتم ترجمتها وتسييدها بالكتاب المدرسي الذي هو سيد الدعامات التربوية. ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات العمومية لتوفيره وتقريبه، فإن الكشوف والمسوحة تظهر أن نسبة معتبرة من التلاميذ لا يتسنى لهم اقتناء الكتاب المدرسي، وأن كميات معتبرة من الكتب المدرسية تبقى حبيسة المخازن. ولذلك فأنتم مدعوون لمناقشة عروض متعددة ونقاشات مستفيضة حول تحييم الكتاب المدرسي تساوقا مع مسار إصلاح التعليم عموما، كما أنكم مدعوون لعرض النصوص لاستعراض النصوص الضابطة لتوزيع الكتاب المدرسي، وكذا الدراسات المقارنة لتجربة بلادنا مع تجارب الدول المثيلة، وغير ذلك من المواضيع التي قد ترونها ذات صلة بالموضوع كدور المجموعات المحلية بنفاذ أمثل للتلاميذ الكتاب المدرسي، وأي دور قد يمكن أن تتطلع به تآزر لفائدة الأطفال المنتمين للأسر المسجلة بالسجل الاجتماعي.